قصر الصلاة؟ قصر الصلاة مش؟ طيب بسأل الشيخ قال قصر الصلاة النية إذا أنا ما نويت مثلا لحد ما وصلت الحصحيصة ما نويت القصر يا أخوانا لا يحتاج إلى نية. القصر من أحكام السفر، متى ما الإنسان يسمى مسافرا ما هو شوف في حكمين يا مقيم يا مسافر. أنت إذا كنت مقيم في بلدك أو مقيم في بلد آخر نويت الإقامة خلاص مقيم في السعودية مقيم في ليبيا مقيم في الخرطوم مقيم في سنار مقيم أنت خلاص أنت أحكامك أحكام المقيم. أما مسافر أحكامك أحكام المسافر ولو ما نويت، ما يحتاج القصر إلى نية أبدا، ما يحتاج إلى نية، إنما أنت مسافر تقصر الصلاة. أما الجمع في فرق بين القصر والجمع. القصر العلماء بيقولوا عزيمة يعني لابد تقصر الظهر ركعتين العصر ركعتين العشاء ركعتين تمام. أما الجمع بين الصلوات إنه تجمع بين الظهر والعصر مع بعض والمغرب والعشاء مع بعض الجمع للحاجة لو أنت محتاج له بس. يعني لو محتاج أنت في السفر دار تركب من هنا لحد الخرطوم كويس بعد صلاة الظهر أنت بتدرك العصر هناك فتصلي الظهر والعصر الاثنين مع بعض وبعد ذاك شنو تواصل. لكن السؤال بتاعك لعله في نقطة شنو إنه أنا لو أدركني الظهر هنا أنا ما طلعت لأسة أنا ما طلعته كويس وأنا مسافر ونويت السفر خلاص لبست عمتي طب جاهز كويس أيوة. لكن أنا ما فارقت البنيان لسه في البلد في الحالة دي أنا ما بخسر ما بخسر كويس. ليه؟ لأنه ما أقصر إلا بعد ما أفارق البنيان بعد ما مركت مثلا من هنا ركبت وصلت عبود أنا مسافر في عبود هنا خلاص نزلت أصلي الظهر قصرا وممكن أجمع معه العصر قصرا أصليهم الاثنين ركعتين ركعتين وأواصل سفري. أما لو هنا لا ما بقصر أنا ما فارقت البلد ما بقصر. القصر مدة حتى ترجع من السفر أو تقيم واحد من اثنين يا رجعت يا أقمت. مثلا أنا ماشي الخرطوم عندي تجارة معينة أبيع وأشتري كده يلا ما عارف نفسي بقعد كم أقول والله بس لو ربنا رزقني في العشر الأواخر دي ثلاثة يوم لقيت أي قريشة سمحة بجي راجع يومين بجي راجع خمسة يوم بجي راجع عشر يوم بجي راجع أنا مسافر كويس. ولا حددت إقامتي قاعد أسبوعين حددت الإقامة ذاته لكن أنا مسافر. يعني لو جاءت رسالة قال لك آه زول أنت من هنا ساكن هنا أنت لا لا تقول لا والله أنا من الجزيرة ولا من سنار ولا من أبو آمنة كويس أيوة ما من هنا أنت أنت ما مقيم هنا معناه أنت مسافر عشر يوم عشرين يوم شهر شهرين ستة شهور أنت مسافر حكمك حكم المسافر حكمك حكم المسافر. لا ما خلاص انت لو نويت الإقامة انت أقيمت مثلا طالب نزلت في الجامعة خلاص أنا مقيم باعتباري أنا سكنت خلاص مقيم كويس أو رحلت الخرطوم يقول لك رحلت سكن الخرطوم خلاص مقيم أو شغال في الخرطوم باعتبارك مقيم. لكن انت مسافر ده معناه ماشي الخرطوم ثلاثة يوم سبعة يوم عشر يوم ما مقيم فيها. فحتى تعود انت تكون حكمك حكم المسافر حتى تعود او تقيم. طيب لو انت دار تصلي خلف انت مسافر دار تصلي خلف مقيم او مقيم دار يصلي خلف مسافر تأتم بالامام انت بتأتم بالامام كويس. يلا انت مسافر صليت خلف مقيم المقيم ده بصلي كم أربع ركعات تصلي خلفه أربع ركعات كاملة. طيب لو أنت جيت مسبوق وأنت صلاتك كم الصوم؟ ركعتين وجيت مسبوق الإمام فاتك بركعتين تخش معاه وتقول بس زي الحقين الاثنين ذات قدروا قدروا انتهى على كده صح؟ لا تجيب أربعة تقوم تكمل ركعتين لأنه أنت هنا بتأتم بالإمام لأنه أنت ما صليت منفرد صليت مؤتم تأتم بالإمام وتكمل صلاتك كاملة.
أربع ركعات. طيب دقيقة جايك للأفضل دي. أما لو كان العكس، العكس، أنت مسافر وإمام والناس صلوا خلفك، أنت الإمام تصلي قصرا ركعتين وتقول تنبه الجماعة طوالي، تقول لهم أكملوا صلاتكم فإني مسافر أو فإنا قوم سفر، يقوموا هم يتموا صلاتهم. ده الفريق الأفضل. شنو العلماء قالوا؟ لو كنت مسافر إما تكون براك أو أنتوا جماعة، واحد من اثنين، يا براك يا جماعة. لو براك الأفضل تدخل مع الإمام، تدخل مع الإمام المقيم تكمل صلاتك كاملة أربع ركعات. طيب ولو كنت جماعة، العلماء قالوا الأفضل تصلوا لوحدكم. لو كنت جماعة الأفضل لوحدكم، ليه؟ عشان تقيموا سنة القصر وسنة الجمع. تصلوا لوحدكم لو كنتوا جماعة. نعم. بعض الناس أول شنو السفر؟ أي في قول يا إخواننا عند العلماء إنه لو كانت الإقامة أقل من أربع أيام الإنسان يقصر ويجمع، لو كانت الإقامة حدد زيادة من أربع أيام كده. القول ده موجود عند بعض الفقهاء، ولكن الراجح إنه ما سمي سفرا الزول لو مسافر خلاص مسافر، ليه أحكام السفر ولو طالت المدة، ده الراجح. وصية القحطاني. بالله قولوا كلما أنشدتم رحم الإله صداك يا قحطاني.